احمد سعد ابتدى استاذ عمرو اديب الجميل اللي هو عنده طريقه فكاهيه جدا ان هو ياخد الاجابه اللي هو عايزها من غير ما يترفع عليه قضايا. بحسدك والله وبتعلم منك استاذي. يعني قال له في حاجات كتير بتتقال عليك الايام دي وبتاع واخبارك كتير وبتاع مش عارف ايه بطريقته الجميله دي. فرد عليه لا، قال له لا والله في حاجه كده طلعت. كان قصده ايه؟ واعوذ بالله من كلمه انا، طبعا انا الف حاجه على بعضهم مش حاجه واحده، وهو عارف الكلام ده كويس قوي. يعني لكن انت خدتيها على ان هو بيقول حاجه دي عليك انت؟ ما هو استاذ عمرو اديب صلحها له. انا طبعا ما شفتش البرنامج في ساعتها، لكن طبعا جالي الفيديو. يعني هو احمد بس للي عارفينه، عشان بس يعني للي عارفينه قوي مقربين بينا، وفي ناس كتير قوي برضو في الميديا عارفين ان هو لا يجيد التعبير او ما بيعرفش يتكلم، يعني عشان الناس تبقى فاهمه ما بيعرفش يعني وصف، يعني مش يتكلم في العامه يعني بالظبط. ف يعني انا ما خدتهاش انه يقصد انه يهني او ان هو يستفزني، لان انا مش حاجه. يعني في حاجه طلعت قالت على وبعدين كان في تناقض غريب جدا جدا. يعني ممكن هو كان قصده شخص ما. يعني ما هو انا زي ما انا بقول لك، انا فعلا ما اخدتهاش، لان انا يعني عندي يعني عندي اذا ما بيقولوا ايه. يعني ليه ما قالش زوجتي القديمه وانا بكن ليها كل الاحترام؟ استغربت مثلاً. استغربت يعني، كنت اتمنى. واللي انا اعرفه برضه تربيت عليه ان اي حد يجي من بيت الله يعني انه يقول الحقيقه. ما كنتش احب ان استاذ عمرو اديب يقول له خطيبتك السابقه فيقول له اه واحنا اتكلمنا. كان المفروض يقول له لا دي زوجتي وكانت مظبوط. مظبوط.